السلام عليكم ورحمه الله، يعطيكم العافيه شباب. رجعت لكم فيديو كول اوف ديوتي ادفانسد وورفير. طبعا تفاجأت انها نزلت اليوم في الكويت. اشكر محل جيمز كيو 8 اللي اهداني اللعبه. وبما انها نسخه البلاي ستيشن، انا كل ربعي في الاكس بوكس، فراح جربت اللعبه عفوا اليوم. وهذا الفيديو قاعد اسجله لكم، وباكر ان شاء الله في حسابنا في الانستغرام راح اسوي مسابقه على اللعبه اللي هي نسخه البلاي ستيشن 4، واعطيها واحد من المتابعين. مثل ما انتم شايفين، انا حاولت اول شيء اروح اكتشف اللي هو الزومبي مود، ما حصلت للاسف، مو موجود. يعني الفيديو اللي طلع التريلر عن الزومبي مود كان مجرد، اتوقع انه راح يكون دي ال سي في المستقبل او شيء، السرفايفر اللي اي اكس او سرفايفر كو اوب ممكن يكون داخل الزومبي مود، بس حاليا الاكونت اللي عندي مو اكتف بلس، فما قدرت ادخل، وعموما انه ما يشتغل الاونلاين حاليا. ما علينا، نجرب اللعبه اللي هو الكامبين. طبعا السي جي في اللعبه ممتاز جدا، ما توقعت ان كول اوف ديوتي ممكن يكون جرافيكس بهذه النقاوه والوضوح وشيء نظيف. يعني ما توقعت انه توصل للمواصله هذه. الجرافيكس ممتاز جدا في السي جي وايضا في الجيم بلاي، بس يعني اذا كان سي جي يكون افضل، بس ستيل انه في الجيم بلاي ممتاز ممتاز. هذه من افضل الاشياء اللي لاحظتها في البدايه. خليكم شويه مع السي جي هذا وبعدين نشوف الجيم بلاي. Inserting an LZ Epsilon. Down and dirty just like we taught you. Everybody know what's going on? Everybody know they're going! Hoorah! Everybody ready? Hoorah! Let's do this! Mitchell, Hines, lead out! Let's get it done. North Korea was invading Seoul. We had to push them back. This wasn't just a mission. It was an initiation. Badger squad and North Koreans have invaded the city. طبعا هذا المقطع شفناه في فيديو اللي في E3 وجيمز كوم، واكثر من مره طلع لنا هذا المكان. انا راح افوت لكم الفقره هذه ان اكثرنا شايفينها، بس حبيت تشوفون دقه الجرافيكس في هذا المكان. يعني شوفوا الابعاد، الافكت، الشرار، التحطم، كل شيء، يعني شيء رائع صراحه. زين ان كول اوف ديوتي وصلت هذه المواصيل. عاد ننتظر اكثر الناس يقولون اللعبه خايسه او اللعبه مو حلوه. كثير اسمع هذا الشيء من الناس، بس اتوقع ان لما يجربون اللعبه راح تتغير نظرتهم عن هذا الشيء. مع ان اللعبه للحين فيها طابع كول اوف ديوتي اللي نعرفه، لكن انا اشوف ان الشيء يعني خطوه ممتازه منهم صراحه. الجيم بلاي ممتاز وجرافيكس ممتاز بشكل مبدئي، اللعبه رائعه صراحه. بالنسبة لي لعبة كول اوف ديوتي دائما في اخر اجزاء، خلينا نقول اخر اربع اجزاء، كان اهتمامي في القصة اكثر من المالتي بلاير. فالقصة هني حسيت ان لها معنى، فيها عمق، فيها كاركترز، فيها يعني احداث قوية تصير. بدون حرق ان شاء الله، انا بس حبيت اوريكم هالمقطع لسبب معين. ان دقة الرسوم والجرافيكس مهتمين فيها بتفاصيل حلوة، حتى الشخصيات اللي يعني مو مالها هي أهمية، الكومبارس خلينا نقول اللي على اليمين وعلى اليسار انتم شايفينهم، يعني ممتاز. الجرافيكس ممتاز جدا لهم، يعني شلون متعوب عليهم صراحة. في هذا المكان اول شيء راح تقابل اللي هو كيفن سبيسي، اللي هو ما ادري شنو اسمه في اللعبة، لكن هو مدير شركة اتلس اللي هي مسؤولة عن الادفانسد وورفير، الاسلحة المتطورة والامور هذه. هو راح يضمك للشركة معاه وتحارب معاهم. من هنا يبدا مشوارك مع شركة اتلس.
Is there something we can help you with, sir? Well, a glass would be a start. I'll do you one better. Gather around, gents. There's an old military saying. You treat your men like you would your own beloved sons, and they'll follow you into the deepest valley. I lost my son, and it taught me the importance of seizing the moment, of saying what needs to be said when you have the chance. You gentlemen did a hell of a job out there. Lagos has opened up fantastic opportunities for Atlas. Pay attention, Mitchell. Got another one. Got it. Close on the kitchen. أني حبيت أوريكم شغلة. أنا دائما في الألعاب عندي مقياس بالفيزيكس، أني أرمي أو الفيزياء، أني أرمي الأشياء وأشوف تتحرك أو ما تتحرك. يعني لأول مرة كول أوف ديوتي شفت قاعد أشوف شيء واقعي جدا في الفيزيكس، مثل ما أنتم شايفين شو قاعد أجرب على الشغلات وكلها يعني لها ردة فعل، فشيء ممتاز صراحة. هذه أشياء تذكر للعب غير الجرافيكس، الفيزيكس ممتاز، فشيء حلو، في تطور في اللعبة. طبعا اللعبة هي Advanced Warfare، يعني الحرب اللي متطورة جدا. أسلحة جديدة راح تشوفونها باللعبة عليكم، مثل هذه القنبلة تكشف لك أماكن الأعداء وتسهل عليك أنك تقتلهم. في أسلحة كثيرة راح تشوفونها مع الوقت لما قصدي في اللعب، فشيء حلو. أنا صراحة أتمنى أن يرجعون على المودرن وارفير أو أن الحرب الحالية بالأسلحة اللي نعرفها، لكن هم حابين أن يسوون شيء أدفانس، فإن شاء الله أن اللعبة الجاية من كول أوف ديوتي ما تكون متطورة بهذا الشكل. طبعا البريتشينج فيها ممتاز، أكثر من مكان لاحظته. شوف مثل يصير ميوت اللعبة، جدا ممتع صراحة. شوف Mr. President, we're an Atlas rescue force. A sad day indeed when the military has no use for good men like you. Jump in. I'll give you the tour. في شغلة حبيت تشوفونها، اللي بين المراحل راح انت تكسب اللي هما upgrade points وتستخدمهم في البدلة. في عندك بدلة اللاعب نفسها، في اللي هو الدستنس، في يعني الحماية، كل شيء في له قسم معين في البدلة تسوي له ابجريد عن طريق البوينتس. كل واحدة تستوعب نقطتين عشان تسوي لها ابجريد. حاليا ابي اخليكم شويه مع الجيم بلاي، طبعا 5 دقائق من الجيم بلاي، مقتطفات منوعه من اللعبه. راح توريكم ان الصج اللعبه تطورت، ما هي كول اوف ديوتي اللي يعني احسن من جوست، مع انه لعبت جوست على الاكس بوكس 1، لكن هذه فعلا نيكست جنريشن صراحه يعني. فشوفوا الجيم بلاي معانا، في انا خذيت لكم لقطات من اكثر من مرحله. AVA have been terrorizing this region for far too long. It's time to send them a message. A handshake with the Prime Minister, I could turn this entire region around. So take him alive. No pressure. Pressure? Well, pressure. Good luck. Locked. Mitchell, busted. Across the street!
Across the street, Mitchell! Almost roadkill back there! Idiot! He is still functional! Let's someone get their ass on it!